بدر هارية، ولد في 8 سبتمبر من سنة 1984 في أمستردام. هو لاعب كوان مغربية من أصول هوارية بولاية تيمب المغرب إقليم ترودانت، متخصص برياضة الكيبوكسين وبطل العالم في بطولة الكيوان. تعالوا مشاهدين الكرام لنتعرف أكثر على بدر هارية. هو من أبطال الشهيرين في رياضة الكيبوكسين الذين بدأوا ممارستها منذ سن مبكر وحققوا فيها مراتبا متقدمة، حيث حصل على المرتبة 10 في سباق الوزن الثقيل لعام 2016، بالإضافة إلى تحقيقه الأكثر من 100 فوز في الملاكمة، حيث لقب بالفتى الذهبية وتم تكريمه من قبل الملك محمد السادس على إنجازاته الرياضية. تدرب على يد بطل العالم السابق في الكيبوكسين مساعد أكرمان، بالإضافة إلى تدربه في نادي استيان الرياضية، وكانت أول بطولة يشارك فيها هاري. فاز بدر هاري ب 106 مباراة دولية، 92 منها بالضربة القاضية من أصل 121 نزال، وتحدى مع الخصم الملاكم السويدي فيصل مسرار، وخسر من بين 74 مباراة 7 لقاءات فقط.